الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء نقرأ نقرأها يعني في المصحف بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر تفخيم الراء والكاف والترقيق إلى آخر ده نقول عليه كلام الله ونقول على الصفة القديمة كلام الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله يعني يسمع إيه الألفاظ والتلاوة هو المشرك حيسمع كلام ربنا زي ما سيدنا موسى يبقى كده منزلة المشرك بقت إيه مساوية لسيدنا لا يبقى هنا له إطلاقان يبقى المراد هنا الإطلاق الثاني الألفاظ والحروف يعني يسمع القراءة من النبي صلى الله عليه وسلم ومنه قول عائشة رضي الله عنها ما بين دفتي المصحف كلام الله تعالى يعني معناها مما يطلق ويراد به الألفاظ قول أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ما بين دفتي المصحف كلام الله يبقى إذن هنا بيفسر بيقول لك أي مخلوق يبقى معناها بيقول هنا إيه وهو كما يطلق على الكلام على الصفة القديمة القائمة بذاته يطلق على الألفاظ أي مخلوق يبقى الكلام اللي بعد الألفاظ ده كلام معترض للشرح بس للتمثيل أو للتنظير يعني أي مخلوق اللي هو الإيه ها اللي هو ما يطلق على الألفاظ هو المخلوق مش اللي على الصفة القديمة يبقى أي مخلوق يعني ما يطلق على الإيه على الألفاظ أي مخلوق له ليس من تأليف المخلوقين يعني لما نقول كده ما بين دفتي المصحف أو الألفاظ التي نقرأها نطلق عليها أنها كلام الله يبقى إيه المعنى ليس المراد أنها الصفة القديمة القائمة بذات الله تعالى وإلا حيلزم عليه قيام الحوادث بذات الله يبقى معنى هذا أنها كلام الله يعني مخلوق له يعني هذا الكلام له ألفاظ وحروف مخلوق لله ليس من تأليف المخلوقين ولما انتفى أن يكون تأليفا أو كلاما مما يتركب منه كلام المخلوقين وألفاظهم وأصواتهم إلى آخره ولم يكن لهم فيه لا ترتيب ولا نظم ولا شيء وصدر كده بخلقه تعالى مباشرة سمي كلام الله من هذا القبيل زي لما نقول يا بيت الله وناقة الله هو الناقة فقط اللي كان يركبها سيدنا صالح هي دي ناقة الله طب وجميع أي ناقة أخرى دي ناقة مين دي ها؟ ناقة فرعون ما كله ناقة الله ليه دي بالذات ناقة الله مع أنه أي ناقة لله يبقى ليه أن دي مولودة بالولادة الطبيعية من ضمن النوق العادية إنما دي بالذات خلقها الله كده من غير أب ولا أم خلقها كده أنشأها فكذلك يقال على هذا الكلام الذي ليس له للمخلوقين فيه دخل وليس لهم فيه ترتيب ولا تأخير يقال كلام الله يعني كلام مخلوق لله زي ما أقول لك أنت صورة هذا الوجه الجميل الذي هذه صورة الله مش معناها الصورة هنا التي تصور بها ولكن الصورة التي هي ملك له ومخلوقة له فأنت صورتك صورة الله يعني صورة لله بمعنى أنها إيه؟ ملكه وخلقه وإنشاؤه واختراعه وإبداعه واضح؟
لأنه عندك قاعدة كلامية مهمة مرة شرحناها، مش عارف نسيتوها ولا، إنه أي شيء يذكر في القرآن الكريم يضاف إلى الله تعالى إما أن يكون إضافة معاني أو إضافة أعيان. فإن كان إضافة عين الذوات يعني أعيان فهذا من إضافة المخلوق لخالقه، وأما إذا كانت معاني فمن باب إضافة الصفة إلى موصوفها. لما تعالى أجيب لك مثال، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، فهنا إضافة معنى إلى الله، فهذا من إذا كان معنى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. أما لما نقول كذا ناقة الله، ها، بيت الله، صورة الله، يبقى هذه إضافة المخلوق، أو مثلا أرض الله أو سماوات الله، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يبقى إذن خلق الله تعالى لهما هو خلقه للناس، ولكن خلقهما أكبر من خلق الناس. يبقى إذا كانت حنضيف أعيان أو ذوات، يبقى هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. أما حنضيف معاني يبقى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. واضح؟ يلا. ومنه قول عائشة، يبقى خذ افهم الحتة دي جيدا، ومنه قول عائشة رضي الله عنها: ما بين دفتي المصحف كلام الله تعالى. يعني ماذا تريد أم المؤمنين؟ بأنه ما بين في المصحف في جلدة وفي ورق وطبعة الشمرلي أو طبعة مش عارف مين، الوسط الدفتين ده كلام الله. هل تريد الصفة؟ لا، إنما قلنا الكلام يطلق حقيقة عرفية على على معنيين، على الصفة القائمة وعلى الألفاظ الحادثة. يبقى السيدة عائشة تريد اللي هو الحادث، يعني معنى كلام الله يعني أي كلام مخلوق له ليس من تأليف المخلوقين. تعالى كده، أنت لما تكلمني عادي كده تتصور تقول لي مثلا أنت كنت فين، الساعة كام، اسمك إيه، رايح فين، أنت منين، شكلك إيه، شوف الكلام ده. فجأة تروح تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أنزلناه في ليلة، هو ده صوتك والتاني اللي كنت بترغي ده كلام، لكن ده ليس من تأليفك وليس من إنشائك، ده ده بخلقه تعالى مباشرة، والتاني ده من من وضعك انت. يختلف الكلامين ده بترتيبك، انما التاني بس فقط عليك بتحفظ وبس فقط، ما لكش فيه ترتيب ولا اي شيء. يلا. وقد نص المصنف وغيره على ان الصفة القديمة مدلولة لذلك، لكن التحقيق ان القرآن، وقد نص المصنف اللي هو مين؟ السنوسي، ها، اللي هو في الكلام وفي ال وقد نص المصنف وغيره على أن الصفة القديمة مدلولة لذلك. يعني عاوز يقول لك في دال وفي مدلول، اللي هو المخلوق الحادث ده اللي هو من اللي هو اللي احنا قلنا عليه اللي هو في اللي ما بين دفتي المصحف، الألفاظ التي نقرأها ونتلوها دي دالة، والصفة القديمة مدلولة. يبقى كأن هذا الكلام الذي نقرأه وما بين دفتي المصحف سواء كان قرآن أو توراة أو إنجيل أو أحاديث، كل ده دال على الصفة القائمة، يعني دال على أن الله تعالى متكلم ويريد يأمرنا بكذا وينهانا عن كذا. يبقى إذن هذا وقد هنا بيقول وقد نص المصنف وغيره، وقد نص المصنف وغير المصنف غير الإمام السنوسي على أن الصفة القديمة مدلولة لذلك. الضمير يرجع على على الكلام الحادث المخلوق. يبقى الكلام الحادث إذا كانت صفة مدلولة، يبقى الكلام الحادث هو دال، يبقى الصفة مدلولة والكلام الحادث دال. طيب سؤال، كيف يكون الحادث
اللي هو منحصر ومتبعض ومتقدم ومتأخر وله تأليف، كيف يدل على الصفة القديمة التي ليس فيها إيه انحصار ولا ابتداء ولا انتهاء؟ الصفة ملهاش لا أول لها ولا آخر، ليست حادثة، ده قديمة، والكلام ده منحصر وليه بداية وده دال وده مدلول، ولازم هنا يبقى فيه علاقة بين الدال والمدلول، فيه المطابقية، يعني يدل على نفس المدلول مش على حاجة زيادة ولا على جزئه. فكيف تكون الدلالة بينهما مع انه ده غير ده؟ قال لك هو التحقيق ان الحادث ده او البنقرة او الالفاظ ليس دالا على ايه الصفة، ده هو على بعض مدلولها، على البعض، ما هو مش كله. هل يقال انه القرآن ده دل على الصفة كلها؟ والصفة لا تتبعض، اللي يتبعض اللي هو ما تدل عليه في الدال في تبعيض، اما المدلول ما فيهوش تبعيض. يبقى هو دل على ايه؟ الدلالة بعضية وليس ايه؟ دل على كل، دل على بعض، لانه ما لهاش نهاية، يعني بتعلق بالواجبات، بتفصيل الواجبات ممكن تكون محدودة، طب والجائزات تفصيلاتها لا تتناهى، والمستحيلات، يبقى لا يمكن ان يكون دل على كل، وانما على مدلول البعض. ما هو حتى في القرآن يقول لك قل لو كان البحر مدادا لنفذ البحر قبل، يبقى معناه مش هيدل على ايه؟ على كل متعلقات الصفة القديمة، ده على بعضها. وقد نص المصنف وغيره على ان الصفة القديمة مدلولة لذلك، لكن التحقيق مدلولة لذلك يعني في الجملة. لكن التحقيق أن القرآن ونحوه كالتوراة يدل على ما تدل عليه الصفة القديمة، مثلا إذا سمعت قوله تعالى ولا تقربوا الزنا فهمت منه النهي عن قربان الزنا، ولو أزيل عنك الحجاب لفهمت من الصفة القديمة هذا المعنى. يعني عاوز يقول لك أنت لما تسمع الحادثة ولا تقربوا الزنا، ولا حروفه تقربوا الزنا، هتفهم منه ايه اللي هو الدال ده، هتفهم منه النهي عن قربان الزنا، انه الزنا حرام. طيب لو ازيل عنك الحجاب، يعني ما سمعتش الايه الالفاظ الحادثة، انكشف عنك الحجاب فسمعت الصفة القديمة، يبقى هتفهم منها نفس اللي فهمته منين؟ من الحادث. يعني عاوز يقول لك هو مش نفس المدلول، مش هو مثله، يعني ده يعادل ده، يعني بس ما دل عليه هذا يدل عليه هذا، ولكن اختلفت الايه الدلالة. مثلا اذا سمعت قوله تعالى ولا تقربوا الزنا فهمت منه النهي عن قربان الزنا، ولو ازيل عنك الحجاب لفهمت من الصفة القديمة هذا المعنى. لانه قالوا كده لما ربنا سبحانه وتعالى كلم سيدنا موسى عليه السلام، ليس معنى هذا، احنا قلنا الكلام صفة ايه ها قديمة ازلية، يعني معناها لو كان كلام موسى له ابتداء، كلام الله لموسى له بداية، وبعد كده لما جعل الحجاب زالت هذه الصفة، بمعناها لها انتهاء، فتكون الصفة حادثة. فليس معنى ذلك أنه تعالى لم يكن متكلما ثم ابتدأ الكلام لموسى عليه السلام ثم بعد ذلك الكلام له نهاية، فيكون الكلام له بداية وله إيه نهاية، ولكن معنى هذا أنه الحق تعالى لم يزل متكلما دائما أبدا، فاللي حصل أنه سبحانه وتعالى أزال الحجاب فسمع موسى، وليس معنى هذا أن الله تعالى لم ابتدأ الكلام فسمع سيدنا موسى ثم رده على الحالة التي كان عليها قبل السماع فلم يسمع،
يبقى إذن الصفة ما فيهاش ابتداء وما فيهاش انتهاء، إنما الانتهاء والابتداء بالنسبة لمين؟ لسيدنا موسى عليه السلام. أو معنى كده لو أزيل عنك الحجاب لفهمت من الصفة النفسية القديمة كما تماما ما تفهمه من اللفظ الايه الحادث. فمدلول الكلام اللفظي هو مدلول الكلام النفسي، وإن شئت قل هو مثله لتغايرهما باعتبار الدال. هو هنا في حاجة حصلت دلوقتي، بيقول لك ايه مدلول الكلام اللفظي. الأول احنا كنا بنقول الكلام اللفظي ده دال مش كده، والكلام النفسي ده مدلول اللي هو الصفة القديمة. الآن بيقول لك مدلول، يعني كل واحد فيهم دال ومدلول. مدلول الكلام اللفظي هو مدلول الكلام النفسي، لأنه قال لك لو أزيل عنك الحجاب هتفهم من الصفة القديمة مباشرة. يبقى معنى كده الصفة القديمة هنا مش مدلول، ده بيجي الدال. يبقى مدلول هذا هو مدلول ايه هذا. وإن شئت قلت هو مثله لتغايرهما باعتبار الدال. يعني ممكن تقول هو نفسه وممكن تقول هو مثله، يعني المدلول واحد ولهما مدلولان. قال لك ممكن تقول مثله يبقوا اثنين، بس هذا أمر اعتباري، باعتبار الدال. باعتبار الدال يبقى مثله، باعتبار المدلول يبقى نفسه. نعم، الألفاظ التي نقرأها تدل على الكلام القديم بطريق الدلالة الالتزامية العرفية. يعني الألفاظ اللي احنا بنقرأها دي، ما وجه، هنا سؤال ثاني، ما وجه دلالتها أو دلالتها؟ كالكلمة مثلثة بكسر الدال وفتح الدال وكمان بضم له الدال، بس ده يعني بعيد شوي. هي وجه دلالة الألفاظ التي نقرأها على الصفة القديمة. طبعا الدلالة إما أن تكون التزامية، إما أن تكون مطابقية، إما أن تكون، والدلالة الالتزامية نوعين، في التزامية عقلية وفي عرفية. قال لك وجه دلالة الألفاظ على الصفة القديمة دي دلالة التزامية عرفية، لأنه في الحادث أي واحد فينا له كلام لفظي هذا إيه يلزم منه أن يكون له كلام نفسي، فدل كلامك أنت اللفظي على أنه في نفسك معاني هذا، هي مدلولة الإيه الألفاظ الإيه التي تنطق بها، يعني المعاني اللي في نفسك كيف أعرفها؟ ما الذي يدلني عليها؟ هو ألفاظك الحادثة التي تنطق بها، فده ما دلالة التزامية عرفية، فدل من ايه من بهذا الايه بهذا النوع من الدلالة على ان من له، اذا كان هذا في الشاهد في الحادث له، يعني عاوز اقول لك انت كحادث لك كلامان، ان الكلام لفي الايه لفي الفؤاد، وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فلك كلام تنطق به عبارات وحروف وأصلاح. هي في الحقيقة مش هي الكلام، ولكن تسمى كلام، يطلق عليها الكلام، هو المعاني القائمة بنفسك. فكذلك بيقول لك بالنسبة للحق تعالى في كلام لفظي اللي هو أنشأه تعالى وخلقه، اللي ملناش فيه ترتيب ولا دخل ولا تأليف، وفي كلام اللي هو الصفة القائمة به. طب هل يمكن يقاس واحد يقول لك في قياس للشاهد للغائب على الشاهد؟ يعني كيف تقيسون الله تعالى على الإنسان أو على الحادث؟ بقول لهم مذهب السادة الأشاعرة في هذا الأمر مذهب حواري فقط، وليس لتقرير الإيه العقائد، بمعنى أنهم جعلوا كلمة وصف أو إطلاق كلمة النفسي على القديم في مقابلة ما ليس بلفظي، ولا يريدون أن يثبتوا أن الله كلاما نفسيا، يعني في نفسه كما هو للإنسان، فالكلام النفسي لنا إحنا حادث أيضا. يبقى معنى كده أنه الكلام النفسي لله حادث زي الكلام اللفظي، إذا قلنا إذا جعلنا إيه
من الدلالة الالتزامية، ولكن الكلام اللي هو ليس له لفظ زي ما سمينا كلام الإنسان الذي ليس له ألفاظ ولا حروف سمناه كلام نفسي. فأسرها يوسف في ده كلام كان في النفس ده، يعني قال في يملد فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر أنتم شر مكانا. ده كان فين؟ زورت في نفسي ويقولون في أنفسهم. فسمى الله تعالى الحاجة اللي ما فيهاش حروف ولا ألفاظ ولا تسمع إنه كلام نفسي، سماها كلام أيضا. فكذلك سمى السادة الأشاعرة الكلام اللي هو ليس حروفا ولا أصواتا اللي هو بيقابل اللفظ سموه نفسي. يعني ممكن أنت ما تقولش إنه في كلام نفسي، تشيل كلمة نفسي خالص وتقول الكلام الذي ليس حروف ولا هو ده النفسي. يعني أنت مش عاجباك كلمة النفس تقول الأشاعرة مبتدعة ولا يوجد في كتاب الله كلمة كلام نفسي. طيب بلاش من كلام نفسي، قول الكلام الذي ليس بحرف هو ده النفسي. ده تسمية اصطلاحية ولا مشاحة في الايه في الاصطلاح. فجعلوها في مقابلة اللفظ تقريبا للايه للفهم فقط عشان انت تفهم. يعني ده لفظي وده مش لفظي، مش لفظي يعني نفسي بس. يعني كانت محيراك وتعباك جدا كلمة نفسي شيلها، ولا يضرك هذا في العقيدة ولا أي شيء، بس هتضطر تقول إيه الذي ليس حق لما تختصرها في كلمة واحدة وتخلص. نعم، الألفاظ التي نقرأها تدل على الكلام القديم بطريق الدلالة الالتزامية العرفية. يعني الألفاظ التي نقرأها تدل على الكلام القديم. قال لك في نوعين من الدلالة، بطريق الدلالة الالتزامية العرفية. لأن كل من له كلام لفظي لازم عرفا أن له كلاما نفسيا. يعني يقول لك في العرف كده مما تعارف أنه أي حد له كلام لفظي بحسب العرف يبقى له كلام إيه نفسي. هات لي كده واحد ليه كلام لفظي بس ومالوش كلام نفسي. وهو كلامك اللفظي ده بيدل على ما قام في نفسك. هات لي واحد مش بيتكلم مع نفسه، او كلامك مع نفسك هو الكلام النفسي. لما تقعد وحدك كده بعيد عن الناس وتقعد ترغي مع نفسك ده اسمه ده ايه ده؟ كلام نفسي. هتقدر تقول لفظي؟ الا اذا عليت صوتك وقعدت تتكلم مع نفسك في المرآة يبقى انت مجنون. لأن كل من له كلام لفظي لازم عرفا أن له كلاما نفسيا. والمولى سبحانه وتعالى له كلام لفظي بمعنى أنه خلقه في لوح محفوظ. يعني يقول لك إلا عرفنا كده، مش افتراء على الله أو قولا عليه بغير علم حاشاه وسبحانه، المولى سبحانه له كلام لفظي كده. انتم بقيتم يعني كرامية أو حشوية. قال لك لا، بس بمعنى تاني، له كلام لفظي بمعنى أنه مش تلفظ به أو قاله أو نطق به حاشاه، وإنما بمعنى أنه خلقه في اللوح المحفوظ ألفاظا، خلقه كده عبارة عن ألفاظ وحروف. فدل عرفا على أن له تعالى كلاما نفسيا. دي اسمها دلالة عرفية. يعني عرفنا كده القاعدة بقت كلية، كل من له كلام لفظي إذن له كلام إيه؟ طيب إحنا بالنسبة لنا ألفاظنا ننطق بها، فكيف نقول لله ألفاظ؟ لا، ألفاظ بمعنى أنه خلقها وابتدعها وأنشأها على غير مثال سابق. فدلت هذه الألفاظ على أن له تعالى كلاما ليس بلفظ ولا حرف ولا صوت. فيدل عرفا على أن له تعالى كلاما نفسيا. بس بعض الناس في حاجة يعني نريد إيه توضيحها. يعني أنت مثلا لما ويجي واحد يقول لي أنت بتقول أنه الكلام اللفظي ده فيه حرف، مثلا يقول لك جاء جيم وفي ألف محمد علي أحمد عبد السلام، مش دي حروف وألفاظ لما أتلفظ بها؟
طب ما ايضا لما اقول مع نفسي بقول بنفس الطريقه دي، في برضه جيم بس ما بتسمعش، وفي تقديم وفي تاخير وفي ترتيب، ايه اللي اختلف؟ اللي هو اللفظي عن الايه النفسي. يبقى معناه عاوز اقول لك ده زي ده، بس كل ما في الامر ده مسموع وده مش مسموع، لكن ده الفاظ وتقديم وتاخير، تسميه نفس هو واحد. عاوز اقول لك كده يعني. بدليل مثلا يعني انت ديك ايه صح، ما حدش بيسمعه، لكن انت ديك ايه سامعه في نفسك، في نفسك يعني، وانت بتتكلم بيه، ومش ممكن حيكون الا بالترتيب والتعاقب، ولازم يكون ليه حدوث ليه بدايه. فهل هو ده المراد؟ لا، مش هو ده المراد، لانه مثلا يدل على انه اللي بيتكلم في نفسه لازم يكون في لغه، ولازم يكون في ترتيب ومعاني والى اخره، لازم يكون كده، سواء كان لغه عربيه لغه غير عربيه. لكن لما نجيب طفل صغير لسه مولود ولم يعرف اي لغه ولا اي حروف ولم يسمع اي اصوات، ده ليه كلام نفسي ولا ملهوش؟ قال لك ليه. اول مثلا بيصرخ الصرخه دي بيبقى معناها تدل على ايه؟ يا اما عاوز يرضى، يا عاوز ينام، يا عاوز تهويله، يعني في معنى قائم بنفسه، ولكن ما فيش حرف ولا صوته. فيبقى اذا لا تفهم منه كلام نفسي، لازم يكون ده مع الكبير ده اللي شاب زينا وسمع اصوات وعارف لغات وحفظ، يبقى ده كلام النفسي ايضا بحروف وايه واصوات. اما الطفل الذي لم يسمع لغه ولم يعرف حروف، يعبر عن ذلك بصراخه او ببكائه عن حاجته الى دواء او الى طعام او الى راحه. يبقى اذن هناك معاني قائمه بنفسه، ولكن ليست هناك ايه لا لغه عنده ولا حرف ولا صوت. فاشتبه على كثير من الناس انه ده لغه وده لغه، ده حرف. يقول له لا، هاتنا الطفل اللي لسه مولود، ما عندوش عنده معاني، بس ما عندوش تقديم ولا يصرخ وخلاص، لكن كل صرخة تدل على حاجة. مش لما يصرخ على طول تروح مديله الايه تلقم الثدي، لا، ساعات تروح عاوز حاجة تانية، يبقى معناها ده ليه مدلول وده ليه ايه مدلول. يبقى إذن المعاني عنده موجودة، ولكن الحروف واللغة ليست موجودة عنده. فليس بلازم أنه إذا وجد الكلام اللفظي بحروف وأصوات يكون النفس كذلك، بدليل أن عند الطفل الذي لم يتعلم لغة ولم يعرف شيئا عنده إيه كلام نفسي، مع أنه ليس فيه إيه ما يقال عنه هذه الشبهة. والحاصل أن الكلام اللفظي باعتبار دلالته المطابقية يدل على مثل مدلول الكلام القديم. يعني إذا في عندك اعتبارين، دلالة إيه؟ التزامية عرفية. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، ضرب الدنيا كمن واكتر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء. دنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.